والله مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي تبدأ بتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس صافي لكن بارد، 12 درجة مئوية الملموسة، 11 رطوبة 63%، والرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد بإذن الله. نبدأها شمالا، إربد 28 إلى 16، المفرق 29 إلى 17، جرش 28 إلى 16، عجلون 25 إلى 14. ننتقل الآن إلى المنطقة الوسطى، ارتفاعات واضحة على درجات الحرارة اليوم الغد. العاصمة عمان تسجل 27 إلى 18، الزرقاء 30 إلى 18، البلقاء 28 إلى 18، مأدبة 28 إلى 17، والبحر الميت 35 إلى 23. المنطقة الجنوبية، الكرك 26 إلى 16، الطفيلة 25 إلى 17، الشبك 24 إلى 17، معان 30 إلى 18، العقبة 35 إلى 24. المنطقة الشرقية، رويشد 31 إلى 19، الصفاوي 31 إلى 17، أما الأزرق 32 إلى 18. إلى اللقاء.